ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم في ايه عمال بتحدف عليا ورق ليه في ايه؟ لا مؤاخذة يا استاذ ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مره ما خدتش بالك، تاني مره كمان ما خدتش بالك يعني؟ يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ ايه اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي، وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك بهوات حصل خير يا بهوات. ايه ده مش ممكن الاستاذ عادل مراكب شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب اكيد حضرتك بقى راكب المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده. ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا مع السلامه. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال. تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بيه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده انا متواضع يعني، ما بحبش الشهره والدوشه، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجم عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي ما هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج. تقفش؟ الله على الجمله الله على الجمله. حضرتك ليه حرمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو الاقي حل مع شركات الانتاج مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني لو المشكله مع شركات الانتاج، ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره ازاي ما خطرتش على بالي، بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتامنه على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكله، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمه دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل، شخص ذكي وعنده خلفيه شعريه تسمح له ان يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا ابني ركز بقى ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز يا دوله، ما صعب قوي عليا يا دوله، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين، انت دلوقتي عاملينك محامي ماشي. هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا دي سرقه. ماشي كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي ما ينفعش طبعا دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مرة بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت أول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة؟ ما ينفعش طبعا دي سرقة، سهلة أوي، ده المحامي ده سهل أوي. أه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ مراكبي، اتفضل اتفضل حضرتك. أقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ انت اصل هو دايما عارف حضرتك يعني برغم انه محامي بس بيحب الهزار يعني. انا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. اهو شوف. مش عايزين نضيع وقت، خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايه اللي سرقه؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني هو بيحب الهزار. يوم كنت اما يقول العرض بتاعه. انه عرضك مش ما اخبيش عليك يا استاذ عادل، انا باخد من شركه الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنه حضرتك؟ لا في القصيده الواحده. وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كام دي يا دولة؟ 5% يعني ال 10% يعني 2000 جنيه، ال 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ موافقين طبعا موافقين. لا معلش حضرتك لا مش موافقين ولا حاجة يعني. أمال عايز كام يا استاذ عادل؟ حضرتك يعني ما تنساش إن أنا صاحب الفكرة يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش أقل من 50%. لا يا دولة لا ده كتير قوي يا دولة ده. بيتك انت معايا ولا معايا؟ معاك يا دولة طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40 15 35 25 موافق. لا دي سرقة. هادي القصيدة يا استاذ عادل. انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكرة، يناسبك ولا لا؟ بعد بكرة؟ لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما، تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 أنا مش معاكي خالص يا رانيا، وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش إنك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيأل يعني. طب هنحط بدلها إيه يا عادل دي؟ يعني نحط أي كلمة تانية على الوزن بتاعها. طب هي تيجي كام كيلو؟
كم كيلو؟ يا ماما أعلم فيك الإمتى، الشعر مش بالكيلو، الشعر بالمتر. عادل، لقيتها، مك فهرن نفس وزن مشرق ابن. مش عارف، لا، صعب قوي يا رانيا. مك فهرن دي قصيدة حب، هيقول مك فهرن في قصيدة حب. لا، بابا، هي مش مشرق ابن، دي يعني نازل يشرب. اهو كده ليها معنى. تصدقي بجد بقى عندك حق، نازل يشرب؟ والله مش بعيد. استني كده، وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 الله، برافو عليك يا ياسمين، يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما، اللي بعمله ده بعمله لمصلحته اصلا، واحنا اصلا كعينه صغيره من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. انا بقى اعتقد يا عادل ان الشاعر ده مش هيتعامل معاك خالص. لا معلش يا حماتي بقى، ما يقدرش. اصل عادل ابني ماسكه من ايده اللي بتوجعه. لا يا ماما انا مش شرير للدرجات دي يعني، لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي، بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركة الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادل ابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمة يا بابا، يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يا عيني انت صغيرة مش فاهمة. تعالي يا ياسمين، تعالي انت، طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي، انا حاول ابسطهولي. بص يا حبيبتي، انا بالنسبة للشعر ده هخرجه من القوقعة اللي هو متقوقع بداخلها. ها نمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ يا ريس مراكبي، انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف ايه يا نهار اسود؟ انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لونا بس ان انا اتشغلت باكل العيش، كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك، ويمكن كمان اطول من كتفك، لان انا طولي 182 سنتي ونص. ماشي يا عم الفنان، وانا بقول لك متشكر قوي، مش عايز حد يغير في شعري. هي عافيه شعري ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم يعني، انت ساب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرقب بندي. انا حر يا اخي، انت هتعلمني؟ فوق لنفسك. لا بقى، انت اللي تفوق لنفسك، لا اما الكلمه دي تتغير، لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد. انا بهددك؟ انا بلطجي يا سيدي، انا بلطجي. هدد في اللي يخصك، انت مجرد وسيط، سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي. اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالادب. قصدك ايه؟ قصدك ان انا قليل ادب؟ حلو قوي كده، العلاقه اللي بيني وبينك يا استاذ انتهت، وبقى اشوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا استاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، انا نبيتك. يا بابا خلاص بقى. خلاص بقى يا عادل، المسامح كريم، اصفح عنه يا بيبي. يا جماعه انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه، اصلكوا يعني ده ايه؟ بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من اعمالات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص، المسامح كريم. طب ومش رايبن يا بابا؟ بصوا يا جماعه، انا دايما بشبه القصيده اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. على كده حضرتك بتكتب القصيده في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد. وبعد الظروف الاخرانيه دي الولاده ما بقتش طبيعيه. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حته، عشان كده طلبت خدمات الاستاذ عادل. ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني؟ اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظه التاريخيه لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضه بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روح افتح الباب يا ياسمين. دول حبيبي ياسمين يا حبيبتي، خدي جبتلك لبانه. خدي يا جماعه، النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن لي طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ما ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولر ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا فكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب، استعد اهو جاي اهو. طب استخبى استخبى،
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم استاذ سعداني اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي. كل اللي كلموني عنك شكروا لي في شعرك وفنك. ربنا يخليك. والله دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي. يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب. حاسب ايه ده؟ ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. اه بص حضرتك اتفضل، انا هوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل براسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام. وبتكتب شعر فصحى كمان؟ ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقة الجميلة دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقة دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. أيوة بس أنا ملاحظ إن أسلوبك قريب من أسلوب واحد أنا عارفه. إيه؟ لا ده أكيد يعني تشابه قصايد يخلق من القصايد 40. ما علينا. هتاخد كام بقى في القصيدة دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام. والله عشان انا هغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصايد للبيع واتكل على الله. الله الله بس اهدى يا استاذ، اهدى اهدى. هات القصيده، اصله بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشرب، نازل يشرب. عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش رائبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. شوف لو اني انا ما فهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشرب. المهم انت ادرى بالحكايه دي. فعلا على راي حضرتك ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه. وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وحديك في القصيدة دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجة كويسة، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مرة يعني. أدي يا سيدي شيك ب20,000 جنيه. أهم حاجة يكون لي رصيد حضرتك. اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله يعني؟ المشكله حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكله، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له، يعني كلام ملعبك ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الأستاذ إسلام خليل أول عازف أورج في البلد كلها. أما سمع وقرى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. أهلا وسهلا. أهلا بيك. وقلت فرصة بالمرة، عايزين نغير كام كلمة كده في القصيدة، عايزين يتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. ايه ده معرفتناش بالاستاذ؟ الاستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. ايه لبيس؟ انا عارف ان شغلانه الشعر بتاعتكم دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا استاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجوده. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيده. بالنسبه للبيت اللي بيقول رأيت الشوكه طريقي، تقيله شويه في اللحن. رأيت الشوكه طريقي، نخليها رأيت الحلم حقيقي. سمعتني يا رمزي؟ سامعك سامعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. ايوه السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي
موسيقي يرقصك يا صديقي. شوف سهلة ايه والله حاجة جميلة يا استاذ اسامة. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في أربع بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف أمام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين؟ نخليها تكسر القوانين. إن شاء الله نخليها تغسل المواعين. إيه؟ إيه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفة، صابون غسيل وليا في شغلانة. لا تغسل مواعين إيه؟ مش معقولة يكون في شعر في تغسل يا أملي؟ قالت قبل كده. متقالت. تعال أنت عود هنا. أفهم بقى غيرتوا أماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. أنا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلوة. حلو. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله أستاذ إسلام. البلالين. ازيك يا مراكب عامل ايه؟ بقولك ايه، احنا الاتفاق اللي بينا لازم يتغير، لان انا كنت فاكر الحكايه سلم واستلم، يعني طلع بقى ان انا لازم اقابل مطربين ولازم اغير الكلمه دي واحط الكلمه دي، يعني مش معقوله مش الدرجه دي. انت ايه ما بتردش عليا ليه؟ عايزنا نرد اقول ايه؟ قول لي يعني هعمل ايه؟ احنا الاتفاق بجد بقى صعب دلوقتي، انا تعبت جدا، تعبت يعني. ماشي يا عم، ربنا معاك. بص هو وضع طبيعي بالنسبه للناس اللي زيي يعني. الناس اللي زيك؟ ايوه. ايه للناس اللي زي وبتقولها بسخريه كده؟ طبعا الناس اللي زي كشاعر يعني وضع طبيعي ان انا اقابل ملحنين واقابل مطربين واقعد اظبط كلمات وكده، بس مش الدرجه دي. تعبت. عايز تفهمني انك شاعر وبتعرف تالف وتصلح كمان؟ انت ما سمعتش على اسمي ولا ايه؟ انا اسمي مالي السوق، مغرق السوق. يا راجل ده احنا دافرين مساوى. يا مراكبي لهجتك مالها النهارده متغيره كده؟ لا مفيش، انا بس كنت بفكر اغير الاتفاق اللي بيننا. تغير الاتفاق؟ طب بص يعني انا النهارده بجد كنت ناوي يعني ان انا ازود العموله بتاعتي، بدل ما هتبقى 25 هتبقى زياده، انا اخليها زي ما هي يا سيدي. ما تردش ليه؟ طيب بص هخلي بدل 25% اخليها 20%، ايه رايك؟ ما بتردش برضه. طيب يعني انا مش عارف اعمل لك ايه، ال 20% دي يعني اكتر حاجه اقدر انزل بيها، انت عايزني انزل عن كده ولا ايه؟ بص حضرتك مراعاة لظروفك يعني يا سيدي، ولو انت متضايق من ان انا كل شويه كنت بغير في الكلام بتاعك واقعد اشيل حاجات زي مش رائبا واغيرها، عشان ايه؟ هي بس عشان هي حاجات ركيكه ملهاش اي معنى، يعني بحاول اصلح لك قصايدك، لكن ما دام مش عايز هسيب لك قصايدك زي ما هي يا سيدي. بقول لك ايه، انت تنسى موضوع التعامل معايا خالص. طب حضرتك مراعاه لظروفك يعني انا العموله بتاعتي اللي هاخدها 10%، ايه رايك؟ ولا ايه؟ طب بص فاكره ما قلت لي في البازار لما جيت لي يعني لغايه عندي وقلت لي ايه رايك في 5% وانا كنت رافض؟ بص المفاجاه اللي جايه، هاخد 5%. انت ايه ما بتردش ليه؟ ده كفاية قوي يا أستاذ مراكبي إن حضرتك يعني بحط اسمي على الكلام بتاعك الركيك ده. قصدك كلامي اللي عمل لك اسم في السوق، وبعدين لو الموضوع مضايقك قوي كده بلاش منه خالص. لا بلاش منه إيه يا راجل؟ أنت دايما بتحب الهزار كده يا أستاذ مراكبي، يا شاعر يا فنان يا كبير، هات الأغنية هات الأغنية عشان أصلح أخطائها الإملائية. هات. مفيش أغنية. إيه أنت اعتزلت ولا إيه؟ لا شفت واحد غيرك، التعامل معاه مريح وبياخد 100 جنيه بس على الحتة. ده مين الأهبل اللي وافق على اتفاق زي ده؟ اسمع بقى دي كمان يا استاذ. قول يا سيدي سمعني. حبك يا حبيبي بوظ لي معدتي ونغص عليا دنيتي وخلاني امشي وانا بقول يا دهوتي يا دهوتي. ايه راي حضرتك؟ مش بطال كبدايه يعني. هنفع يا استاذ؟ يجي منك. ايه ده ايه اللي ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ دول حبيبي الاستاذ كتر الف خيره وقال له انه هيكتشفني.
يكتشفك. اه الاستاذ اللي بيوعد وما يوفيش، مش كده؟ لا يا دولا، ده طيب قوي، اداني امبارح 100 جنيه وخلاني اكتب اسمي على الكلام بتاعه. 100 جنيه وخلاك تكتب اسمك؟ اه يعني هو ده الوسيط، رمزي اللي ما يعرفش الالف من كوز الذره؟ لو سمحت يا استاذ عادل، انا الاستاذ رمزي، وبعدين انا شاعر كبير. استاذ رمزي وشاعر، شاعر ب 100 جنيه؟ لا بمجهودي. مجهود ماشي، انا حسابي معاك بعدين لما اخلص حسابي وحسابي الادبي مع الاستاذ مراكبي. السلام عليكم استاذ مراكبي، انا سالت عليك في القهوه اللي هنا، قالوا لي انك بتقعد في البازار اللي هنا. الله، ايه ده؟ الاستاذ عادل ده الشعرة كلهم هنا. ايوه احنا كلنا هنا. استاذ مراكبي انا جاي اعتذر لك واقول لك يا ريت ترجع تشتغل معانا، اصل بصراحه وحشنا الشغل معاك. هتوافقوا على شروطي؟ كل اللي انت هتقول عليه هيتنفذ. حس كده، يلا بينا. اتفقين انا هنا؟ يلا. طب ومستقبلي؟ يا خساره يا خساره يا دولا، ده انا كان بيني وبين المجد خطوه واحده. عايز توصل للمجد يا رمزي؟ اه يا دولا. يا سلام حبيبي يا رمزي، ده انت ابن عم ياض، انا اللي هوصلك للمجد. ايه ده يا دولا؟ ازاي يا دولا؟ تعالى لي. اكيد بيخبطوا، انا سامع تخبيط من بدري. اكيد بقى مثلا بيعملوا نجف في الارضيه ويقعدوا يدوشونا طول اليوم. ده كاميرات داخله وكاميرات طالعه واضاءه وحاجات كتير كده وزحمه في الشقه. يمكن يكونوا بيجوزوا ابنهم. لا لا، دول بيصوروا فيلم فوق. ايه بيصوروا فيلم؟ طب ما عادي يعني، واحنا مالنا؟ طب ايه رايكم نطلع نتفرج على الممثلين؟ اه والله فكره، نطلع نتصور معاهم ونقف جنبهم كده يمكن نتنجم. ايه ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ممثلين بقى ويقعدوا يتنكوا علينا يعني؟ وعشان ايه يعني؟ عشان ايه نقعد هنا بكرامتنا احسن؟ يا سلام، لا يا حبيبي، مش كل الممثلين مغارير. انا مامي مره اتصورت مع احمد رمزي وكان واقف على البلاج بالمايو. الله، وباباكي شاف الصوره دي؟ ما هو بابي كان متصور مع ناهد شريف. ده انتوا عيله تافهه بقى يعني، تقعدوا تجروا على الممثلين وتصوروا معاهم. طب عارفه انا مره قابلت سليمان عيد. واقف انا كده اهو ايه عند الاسانسير، ويا دوبك الاسانسير لسه هيوصل لقيت سليمان عيد داخل بقى. يعني هو كان متخيل ان اقول له اتفضل انت مثلا الاول، او مثلا اول ما اشوفه اضحك ولا عبرته، وحتى قال لي صباح الخير ما رديتش عليه. يعني ايه يا جدعانه منك انك تقابل فنان عظيم مشهور زي ده ويتواضع ويقول لك صباح الخير تقوم انت ما تردش عليه؟ وانا اخلي واحد زي سليمان عبيد ده يتنك عليا ليه يعني؟ اذا كان هو ممثل انا برضو صاحب بازار يعني، انا بيجي لي وفود من المانيا كان بيقف طابور كده عشان يتصوروا معايا. لدرجه مره كان في ضابط عدى كده لقاهم واقفين طابور، افتكر ان ده طابور عيش، ببيع عيش يعني. يا سلام. ايوه اخويا حبيبي، اخويا. ايوه مساء الخير يا حبيبي. معاك عبد المجيد حبيب مدير انتاج. ايوه انتاج ايه يعني؟ حضرتك مصنع وعندك خط انتاج مثلا ولا ايه؟ لا اخويا ما تفهمنيش غلط حبيبي، انا مدير انتاج افلام مسلسلات. حاجه ساقعه مثلا شيبس. هنقضيها بقى تريقه ولزازه وحاجات كده، مع ان انا جاي لك من الاخر وبكلمك بكل حب. طب حضرتك انا تحت امرك، عايز ايه يعني؟ شوف اخويا حبيبي، احنا بنصور فيلم هنا فوق يعني، والبطله بتاعتنا الست المتالقه الست مرفت، وبعدين يعني زي ما تقول كده محتاجه مكان يعني يبقى استراحه، تعمل فيه مكياج، تحفظ، تشرب حاجه ساقعه، قهوه يعني. وبعدين الصراحه وقع الاختيار على الشقه بتاعتك دي، وانا جاي لك من الاخر هو والله وبكلمك بكل حب. طب حضرتك مرفت مين؟ مرفت مين؟ مرفت امين. ميرفت امين يعني وعايزه اتصور هنا حضرتك يعني؟ ما يعني استراحه ازاي يعني؟ لا حضرتك فاهم غلط يعني، انا ما عنديش استراحه يعني. ده احنا هنديك 1000 جنيه في اليوم. حضرتك انا المكان هنا مخصوص للاستراحه بتاعت الاستاذه ميرفت، وعندي اوضه مخصوص يعني عارف ديكورها معمول للاستاذه ميرفت. 1000 جنيه بقى ايه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا حضرتك، قلت لي اسمك ايه؟ عبد المجيد حبيب. يا مامي حبيبتي، كركبنا لك الاوضه بس اصل مش حاجه طبيعيه، ده حدث تاريخي. يا
مش مصدقه ان اخيرا اخيرا ربنا استجاب الدعوات بتاعتي وهشوف نجمه كبيره زي ميرفت امين. وايه مش هنقابلها بس؟ لا دي هتقعد معانا اسبوع بحاله. على فكره مامي انا هاجي اقعد معاكي هنا في الاوضه وعادل هينام عند مامته، بس احنا لازم نسيب لها الاوضه. الست هتقعد فين برضو؟ عايز اقول لك على حاجه كمان، الانفصال بيني وبين عادل مش عاجبني، بس هو مش اي حد، ده ميرفت امين. بس ابوس ايدك حبيبتي عشان خاطر ماما. ها اوعي تفكري تخشي المطبخ، مفيش داعي بقى ان تطبخي لها طبخه كده، ومفيش داعي نجيب لها تسمم للست، حرام ده الفن عاوزها. اوكي يا مامي حاضر. مامي انا استلفت لك دي من سوزي، كل واحده فينا هتتصور صوره لوحدها معاها، وبعد كده كلنا هنتصور صوره جماعيه لينا احنا الثلاثه بس، اما الباقي اللي قاعدين بره دول مستحيل يتصوروا معانا لان دول اخرهم شعبان عبد الرحيم. شكرا يا سيدي جدا، بس بقول لسعادتك ايه؟ ايوه انا اشوف بكلم سعادتك بكل حب، واختصارا للموضوع إيه الهانم الست ميرفت ما بتحبش اي دوشه ولا داخل خارج عليها ولا رغي ولا الاستظراف بتاعك ده، الله يكرمك. يا استاذ عيب يا استاذ، دي ضيفتنا فهنرحب بيها ونشيلنا فوق راسنا طبعا. الله يكرمك. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا كبيره يا مجد. بس يا استاذ خلاص، الهانم ما بتحبش دوشه ولا؟ بس يا عم جيد قرفتني، انا كرهت الفيلم بسببك. انا لما عرفت ان انت مدير الانتاج انا كنت هسيب الفيلم. طول الوقت بتلف في الفاضي والمليان، انا بحب البساطه الهدوء. في فلوس وقعت منك. حضرتك ماجد سعيد. ايه ماجد تغيرت اسم؟ مش لسه قايل لي عادل؟ لا يا حبيبي حبيبي يمديلي على الاسم الجديد. لا 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 حضرتك عادل سعيد، بس يعني اتلخبطت ما شفت حضرتك. ولا رانيا، رانيا مرات عادل سعيد. رانيا سعيد نورتينا. بس يا رانيا، بس يا رانيا مش عايزين نضايق الاستاذ. رانيا رانيا معلش احنا اسفين جدا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا هاني. يا ستي يا كبيره يا عظيمه. بس بس ايه يا حبيبتي، انتوا كلكم ساكنين هنا؟ اه، وده بابا ودي ماما ودي عمته سناء ودي تيتا مجيدة ودي تيتا انعام ودي خالته نجلاء. انا اتشرفت قوي، يا رب بس ما اكونش ضيفه ثقيله عليكم. يا خبر ابيض، لا معقوله يعني حضرتك ازاي تقولي كده؟ امال رانيا تقول ايه بقى يعني؟ اتفضلي. لا لا اتفضلي، ايه مفيش وقت مفيش وقت، خلاص الشوط ربع ساعه وهنبتدي. في ايه في ايه؟ هو قطر يا عم مجيد، اسكت هقعد معاهم شويه. بتاعت مجيده، ممكن احضنك كده زي الفيلم اللي كنت طالع فيه ده اللي اسمه 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 ايه اللي كان فيه ميرفت امين؟ يا ماما ما اللي انت حضنها كده هي ميرفت امين. اوعي انت هتصور في الاخر. ها هتصور في الاخر بقى. نوكا نوكا هنا يا نوكا. انا خلاص يا قطع. طيب طيب يا نوكا معايا يا نوكا، انا هتصور في الاخر بقى. يلا بقى انا يا مامي وهبي عايز تصور معايا. اه وهي تصور وانا هتصور في الاخر بقى. فاضل البنوته الصغيره لسه ما اتصورتش. يلا خشي اتصوري يا ياسمين. لا لا بنت هطردك في الشارع، مش عايزه شغل معاها. هي مؤدبه يعني، بس ما تبقاش مؤدبه يعني ساعات. ممكن بس ادخل الاوضه عشان اغير وكده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه، اتفضلي يا نجمه نجوم الكل، اتفضلي يا كبيره، اتفضلي كل حاجه جاهزه. اسكت اسكت. غريبة قوي، راجل وكل الستات دول، بس شكلهم لطاف، متهيألي إن أنا هرتاح معاه. أمال يا هانم، ده أنا مختارهم على الفرازة، والله يا نجمة أنا مختارهم بكل حب. فاكر أول مرة حبيت فيها عبد الجيد؟ آه، ليه ليه بتفكريني يا أستاذة؟ كانت البنت كراميلا بنت عبد السايس. ليه بتفتح عينك الروح المقفولة ليه؟ أنا هروح أطمن على الكاميرا. آه أحسن تسخن. ادخل. حضرتك بتمثلي ولا حاجه؟ لا ابدا. والاستاذ بقى هو اللي بيظبط الشخصيه من الخارج بقى. برافو عليك.
طبعا حضرتك يعني بتستغربي وتقولي عرفت ازاي ان الشخصيه بيبقى لها دواخل وخوارج وكده يعني وده بقى ايه ده سيناريوس ولا بتسموه سكريبت باين حضرتك بتمثلي ولا حاجه؟ لا في حاجه يا استاذ عادل؟ لا مفيش، هو مبدئيا يعني يا حضرتك انا عادل سعيد، انا شاعر هتحبيني قوي بجد يعني. طب ممكن بس ناجل التعارف ده شويه لحد ما راجع السيناريوس؟ حضرتك لا طبعا براحتك يعني مفيش مشاكل خالص. طبعا انا شاعر يعني واكيد حضرتك قابلتي شعرة كتير جدا زي الاستاذ مثلا عبد الصمد حجاب اللي كان معاكي في المسلسل اللي هو بتاع بعد اذنك بس الصوره قربي كده. لا معلش ما ينفعش اتصور معاك بالشكل ده. ليه طيب يعني حضرتك بتترسم عليا ليه يعني؟ عادي يعني ما انا ليا حماية كانت تصور مع فنانين كتار يعني فعادي في عيلتنا ان انا ابقى متصور مع فنانة يعني زي حضرتك الاستاذة ميرفت امين عادي يعني. يا استاذ عادل انا ما بترسمش عليك ولا اي حاجة، انا بس عندي شغل عايزة اراجعه مش عايزاك تزعل مني. خلاص يا ستي اعتذارك مقبول، اسمعك بقى حتة شعر بقى ايه توهوج مشاعرك وانت داخلة تمثلي بقى. الله يخرب بيتك يا عم مجيد. اتفضل يا استاذ عادل اتفضل. يا مصر اسمك ثلاث حروف ميم صاد ر، الميم سعاده وراحت بال، الصاد عيالك مش عيالي، الر راء قال. برافو برافو. تالي مامتك بتندي عليك تكون عايز عيش او لا اي حاجه؟ تعوز عيش ايه؟ عارفه حضرتك انا جبت لهم امبارح كميه عيش مرعبه، الاول بيفرطوها كده عشان ايه ما تفقفقش بقى مثلا، وبعدين يدخلوها الديب فريزر نيجي الصبح نطلعها نسخنها نعمل منها سندوتشات على طول. مالي انا ومال العيش ومال السندوتشات يا استاذ عادل؟ انا ورايا شغل عايز اراجعه. طب يا استاذه ميرفت حضرتك بتترسم عليا كده ليه يعني؟ انا ما بترسمش ولا اي حاجه، انا عندي شغل لازم اراجعه. ماشي ماشي خلاص اتفضل. يا ترى العيش اللي بتجيبوه بريال ولا ببريزه؟ لا لا ده عيش فينو مش بريال وبريزه. لا 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 عيش فينو. طب في اي حاجه تانية تحب نتكلم فيها؟ زي ايه حضرتك؟ زي مثلا طابور العيش اللي انت بتقف فيه بياخد منك ساعات، ولا البيت دلوقتي بقى بكام، حاجات زي كده يعني. لا حضرتك دي خصوصيات ما بتكلمش فيها. ومالك بقى بتترسم عليا كده ليه؟ اترسم عليك ليه وانت لوحه؟ شربات اتفضل بره يا استاذ عادل بره. ايوه يا ماما. اخرب بيتك يا عم جيت. مدام جيتي ولا لسه؟ المدام بتجهز يعني خرجت الشباب عشان هي بقى تغير بقى. انت مالك انت مالك؟ كل واحد يخليه في شغله. انت مش قبط؟ ايوه قبط بس يعني ما انا بقول. انا جاهزه يا عم جيتي. اتفضلي اتفضلي. ايه اللي اخرك؟ ايه اللي عوائك؟ ايه اتفضلي 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 اتفضلي. احنا في انتظار حضرتك يعني. اتفضلي اتفضلي خلصوا المشهد وتعالوا على طول. ها مع السلامه. ماشية زعلانة كده ليه؟ أبداً، كانت عايزة تقعد ترغي معايا وتتكلم وبتاع، أنا طبعاً ما اديتهاش وش يعني. كذوب ما صدقككش. عادل بقول لك إيه، أنا مش هتحتح من هنا، قاعدة مستنية لغاية ما ترجع. وأنا كمان يا جماعة خليكوا أعقل من كده، يعني مش معقولة على طول مندفعين، يعني لازم تبينوا شوية كرامة كده. عادل هو أنت مش ناوي تروح البازار النهاردة ولا إيه؟ لا بازار إيه؟ إحنا ياما بعنا، أنا هقعد أستناها معاكم. يعني اوف انا مش فاهم بقى يعني ايه اللي انتوا عاملينه ده يا جماعه. اهدوا شويه اهدوا شويه، ما تبانوش ان انتوا مدلوقين كده. هو يا جت 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 هي هي فطري فطري. اوعي تضايق نفسك خالص. انا اصلا كنت طالعه متنرفزه وده اللي نساني الحوار. بالنسبه للحوار حضرتك انا ممكن اراجع معاك السيناريوس مثلا لو تحب يعني. الله يخرب بيتك يا عم مجيد. انت تزعلها برضو عبد المجيد؟ مزعلها برضو؟ بقول لحضرتك ايه، احنا محضرين لجوع عصير جريب فروت. ميرسي. اتفضلي يا هاني اتفضلي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. اتفضلي. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ معقوله وجريب فروت ايه يا رانيا؟ هي طلبت منك جريب فروت. جرى ايه يا عادل؟ انا
ما ضيفها علشان خاطر تكتشفني وتخليني اغني في اي تتر فيلم والنبي عادل قول لها اني وانا كمان انا كمان انا كمان حاضر كله بالطابور رانيا انا بس مش ممكن اخليها لك تخليك تغني يعني ده انا ممكن اخليها تغني معاك يا سلام تعالوا بس اقفوا طابور بقى اقفوا طابور يلا لا انا بس انا الاول انا الاول انا ماما لا هي الاول هي الاول انا مامتك لا طبعا ازاي يا ماما رانيا دلوقتي وانتوا خليكوا في الطابور يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا يا رانيا هي واضح ان هي مركزه فانت خش على الموضوع على طول يعني اعمل ايه يعني عادل خش على طول خش على طول اوكي اوكي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على الفراش دقوا الشماسي ايوه دقوا الشماسي يا احلى شمسه واحلى رمله واحلى ميه ايه الخرافه دي شفتي مش قلت لك صوتك وحش احنا اسفين جدا والله عارفه عليك انا بقول لها ان صوتها وحش من زمان يعني. صوت ايه اللي وحش مش تخبطه معلش حضرتك ده بيتنا احنا برضو يعني طب معلش ممكن بقى تسيبوني لوحدي عشان عايزه اركز قوي قوي بس كان ليا سؤال صغير يعني بالنسبه حضرتك للاغنيه بتاعه دق الشماسي حضرتك كنت بتدق معاهم الشماسي ولا ما دقتيش يعني لا ما كنتش بدق عارف ليه حضرتك لاني ما بدقش على الحاجات دي بره بره اطلع بره حاضر حاضر اتفضلي 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 بقيت الاغنيه كسفتيني انا كده مش عارفه اركز مش حضرتك اللي قلتي مش قلتي لي ان دي عيله سكرة وتوليفه وانا حاسه ناحيتهم بكل حب لدرجه ان انا شخصيا اتخدعت فيهم طب ما تخليش حد يدخل لي وخصوصا اللي اسمه عادل ده مساء الخير انا بعتذر مبدئيا لا ما هو لا 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 اصل راني عملته ده كان كتير قوي صراحه يعني يا سلام وحياه عبد السلام يا استاذ عادل يا استاذ عادل ابوس ايدك ارجوك يا اخي سيب المدام تركز طيب يا اخي انت بتضايقها ليه ما تسيبها تركز يا استاذ عبد المجيد بعد اذنك اطلع برا اطلع برا اطلع برا حضرتك يعني دي سناء اختي هي مطلقه يعني بس اكيد نفسها تتجوز انا ما عنديش عريس مناسب ليها لا حضرتك انت فهمتيني غلط انا مش قصدي مثلا حد زي محمد رياض زي محمود خبيل يعني اي حد وخلاص بس هي اصلها ايه جلدها تخين شويه اه دي حاجه منتشره في عيلتكم اه بس غيري خالص يعني طب انت عايزني اعمل ايه زبده حضرتك اللي زي البشره قصدي بشره حضرتك اللي زي الزبده حضرتك الكريم بتستعملوه له اسمه ايه لا حضرتك يعني يا ريت لو في مثلا علبه فاضيه ولا حاجه تدوها لها الكريم اسمه لا برضو حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف ليه يا دوبك كانت بتنجح في الانجليزي بالعافيه هي دي حضرتك العلبه دي دي بتاعت الوش اهي خدي يا سناء خدي يا سناء دي هاتي زيها ها عادل دي مش علبه فاضيه دي مليانه على اخرها يا عادل ما يجراش حاجه مدام ميرفت ممكن تجيب غيرها يعني او اكيد هي عندها مثلا جايبه منها 10 ولا حاجه 10 اهلا وسهلا فيك وحضرتك لسه برضو في صفحه 3 عارفه لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانها خلصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني السيناريو امشي 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 شفتي كسفتينا ازاي كسفتينا ازاي اتفضلي اتفضلي ما انت عايز بس بقى يلا بينا يا مجيد انا مش هقدر اكمل في البيت ما ينفعش يا مدام ما حضرتك عارفه ان احنا دوخنا 7 دخات عشان نلاقي المكان ده وبعدين الناس دول احسن من غيرهم دي ناس يا الست اللي قالت لك عايزاكي تطبخي لجوزي عشان نفسه ياكل من ايدك ده كان يوم هدومي كلها اتبقعت خلاص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب ايوه بس الراجل اللي بره ده اللي فاكر ان هو ظريف مش عارفه لو دخل تاني هعمل معاه ايه ده ما بيحترمش اي خصوصيه لا وكل شويه بينكت وقال ايه السيناريوس جاب السيناريوس دي منين عارف انا نفسي اقول له في وشه انت مش ظريف خالص انت سم دمك يلطش ايه ده في حد ضايقك في البيت هنا ولا ايه يا عبد المجيد ايه ده برضه انت عبد المجيد برضه ضايقت معقوله معقوله اتفضل تعالى تعالى اطلع بره اطلع بره اطلع بره بعد اذنك اطلع بره اتفضل دي بقى ست الحبايب مش محتاجه وصيه اتفضلي 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 عارفه انا بحب كل افلام ميرفت امين انت ليه مش مصدقه ان انا ميرفت امين مصدقه يا حبيبتي بس انا اسلوبي كده لما اتكلم عن نفسي اقول انا عام او اقول انا لا لا اعوذ بالله من كلمه انا بقى بقول انا علشان احنا يعني متخلفين عن بعض دول عيله جرابيع انا اتشرفت يا مدام بصي عايز اسالك سؤال من فضلك مدام ميرفت هو ليه حضرتك ما بتعمليش افلامات عالميات السؤال غلط يا حماد سؤال غلط ليه الافلام العالميه ما بتستعينش بالاستاذه ميرفت امين ما هتصدق يا استاذ عادل حتى الكلام الحلو لما بيطلع من بقك ما بيبقالوش طعم يا ربنا يخليك يا ربنا يخليك على فكره انا مؤلفه قصه
كسة؟ حدوتة فيها كسس كتير كده، وناظر وكسس. يعني حدوتة عنقودية يعني. عن تضحية أم، اسمها تضحية أم. أم عايشة بقى مع جوزها وحماته وبنتها وبنته، والأم عمالة تضحي 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 تضحي. تفتكري بقى النهاية هتكون إيه؟ أكيد هتنتهي بتضحية. شفتي؟ أنا خلاص هقعد معاك. والله قول لعبد المجيد يلغي الاوردر. يلغي الاوردر؟ يا سلام، دي الكلمه اللي انا مستنيها من الصبح. ارتحت يا استاذ عادل؟ طبعا والله ارتحت لحضرتك. يا سلام، حرقت اعصابي وارتحت. ربنا يخليك. والله العظيم مش عارف التضحيه اللي حضرتك عملتيها النهارده. لقيت الاوردر كله. يا رانيا يا نجلاء، تعالوا كلكم، تعالوا كلكم يا جماعه، تعالوا تعالوا تعالوا. مدام ميرفت خلاص لغت الاوردر وهتقعد معانا النهارده. السعيدة دي يا جماعة، أنا هبعت دلوقتي أجيب كشري. هو صحيح مش أنا لوحدي اللي بذاكر، يعني الياسمين كلنا بنشارك بعض، بس الحقيقة إن بنتي لقطة مني الذكاء والموهبة والمعلومات كده يعني. وأنتوا عاملين إيه بقى في شغل البيت؟ مين فيكم اللي بيطبخ؟ أنت يا أخي تتكلمي؟ لعلمك كلنا هنا في البيت جاهدين، بنحاول ما نخليش رانيا بالذات هي تطبخ لنا. ايوه صح، عشان لما بتطبخ لنا كلنا بنروح الاسعافات، بنعمل غسيلات معدات من التسممات. على فكره انا طبيخي كان وحش جدا لحد ما اكلت منه. ايوه كلنا كنا الاول كده يا حبيبتي. بس انا بقى اول مره اخش المطبخ علشان اطبخ لجوزي مسقعه داخل الحمام، من ساعتها ما طلعش. انا بموت في المسقعه. طب دوقيها من ايدي بقى. لا 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 بالمناسبه يعني الفيلم بقى بتاع حافيه على جسر من الذهب، ساعه ما حضرتك بقى ايه كان معاك عادل ادم، كان هو عادل ادم اللي هو بحق وحقيقي ساعه ما كان بيقولك يا قطه، وبعدين كان بيولع لك في الفستان يعني، وكان بيغلس عليكي جامد في الفيلم. كان هو بيغلس عليكي برضو في البلاتون ولا ايه؟ بلاتون انت معاك شهادات ايه؟ والمسقعه ايه يا ماما بتقولي؟ انا اللي هعمل مسقعه. لا 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 لا، اوعي تاكليها من ايديها، انا اللي هعمل لك مسقعه. تحبي بقى بالبشاميل ولا من غير؟ يا ريت بالبشاميل. هي ساعه واحده وهتكون جاهزه يا حبيبتي. انتوا القعده معاكم ما يتشبعش منها. يا اختي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله عارفه حضرتك نفسك. انا وجهت لك كلام. رابع مره كلمني دلوقتي، في ايه؟ يا رب الكارت اللي لقيته ده يخلص واخلص من ما كلمنيش انا يا ولا انا قاعد مع اسرتي، ما تتكلمش تاني. سامع بيبي؟ هو رمسي بيكلمك كتير اليومين دول ليه؟ قاعد فاضي يا ست، مالوش حد غيري، قدري بقى. انا عايز اقولك يا بيبي، بجد رمزي محتاج حنان، محتاج حاجه في حياته الخاصه. حياته الخاصه؟ ما عنده الملايه والمرتبه والمخده، اكتر من كده بقى يبقى طمع. يا حماتي، في اوروبا ودول متقدمه الشباب في سن ال 16 سنه بيستقل عن اهله. شباب مين؟ شباب مين في اوروبا؟ انت عايزه تجيبي رمزي ده للشباب بتوع اوروبا؟ ده ملوش علاقه بالشباب، ده مش بني ادم اساسا. عيله بابا دي كلها فقر، كل اللي طلعوا منها فقر، واصحاب عاهات مستديمه، يا اما اهبل زي رمزي يا اما عبيط زي مين؟ رمزي برضو. اصل رمزي واخد التوكيل الهبل حصري. على فكره بقى يا جماعه، البنت ما بيهمهاش الشكل وبس، الشخصيه كمان مهمه. انا عن نفسي عشت اربع قصص حب بالمستوى ده. نعم، اربع قصص حب؟ ايه ده يا هانم؟ ايه حضرتك ماشي على حل شعرك شرعي ولا ايه؟ لا 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 يا ابي، انا قصدي يعني ان انا عشتهم في محيط صحباتي. يا عيني على رمزي ده، مسكين جدا، تنفضيه تفضلي تقلبي فيه وشي وظهر طول النهار وطول الليل، ما تطلعيش منه ذره راجل. انا بقى المشكله ان رمزي ده وقع في قرابيزي خلاص مدى الحياه، لان مفيش واحده لا عاميه ولا طرشه ولا هبله ولا ابوها وامها غضبانين عليها ولا خالها مقاطعها هتوافق انها تتجوز زفت رمزي ده. ولا رمزي؟ نعم دول. هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دول، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني، مش من مصر يعني. لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو منكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ماء ساقع. يا دول انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره. انا كان نفسي اطلع انفت.
أنفد وإيه مجموعك ما جابش إنك تطلع أنفد وطلعت تجحش ولا إيه؟ لا يا دولا، يعني أنا كان نفسي أطلع أنفد علشان يعني أنفد كده هون في نفسي وأنفد في الدنيا وأسلك بقى. عارف أنا نفسي إنك أنت تنفد من البازار ده وأسلك أنا بقى. يا دولا خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دولا، أنا خلاص طلعت بني آدم واللي حصل حصل. يا ابني أنت فاهم إنك بني آدم، أنت مش بني آدم، أنت مخلوق عجيب يالا. ولا عمرك يالا فكرت مثلا ترتبط بواحدة ست؟ ياه اخلص. ايه ياه نص ساعة ياه. يا بص يا دولا بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. حضرتك اي خدمه؟ يعني حضرتك داخله البازار فعلا قصدة البازار ولا للاسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا عن البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد، رئيس مجلس اداره البازار والمسؤول الاول، زائد ان انا المحاسب القانوني للبازار. اوكي اوكي. دول اكلم رانيا مراتك. كلم ام ياسمين بقى بسرعه. غبي يا غبي، بتطلع اسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. ايه يا رانيا؟ لو سمحت يا ابو حملات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حملات؟ بتفتكر الحملات؟ حضرتك بصي، انا ليا اسمي اللي تندهيلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولا؟ مين دولا؟ دولا ابن عمي. دولا ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي، جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي، انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو راعة عايزه اروح ارضع. لا لا لا، انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات خالص. ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله. ما فيش شلن وملين؟ لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحه يا استاذ انا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي، ولا روح اجري نظف تمثال اله القذاره اجري. حاضر. لا 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 لا، لو مشي انا مش هشتري ولا حاجه من البازار ده. اصلا انا معجبه جدا بشخصيه الاستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك انا اسمي رمزي الشهير بابو الرماميز ابن عم دولا. حضرتك انا بقى دولا يعتبر من اكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالاضافه ان انا بحل كلمات متقاطعه بتفرج على اوبرا. رمزي نعم. ارجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بصي حضرتك غبي، افتكر عايزه التليفون نفسه. غبي غبي يعني. انا بموت في الشخصيه دي. تموتي في ايه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا استاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض ايه ده؟ غباء حضرتك، حضرتك ولو بتدوري على الغباء انا اغبى منه. عايز كارت بقى رمزي؟ ارجوك. نعم كارتي معاك، انا مستعجله دلوقتي لازم اروح. انت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معاك مروه طبقي مخرجه اعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. هتعمل ايه بالكارت ده؟ ايه دول؟ هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يالا. انت بقرة؟ خش يالا رمزي. حاضر. حط الحاجة دي هنا يالا. حاضر يا دول. هنا هنا هنا؟ هم العرر جم هم وجابوا طلبات البيت. زغرتي يا اللي انت مش غرمانه يا دي ماسوره الاباحه اللي تتفتح اول ما بخش. انا نفسي الماسوره دي تتسد وتفرقع بقى. الو السلام عليكم، مين معايا؟ مروه الطبقي؟ ييه، في حد يا بنتي اتصل بحد في ساعه زي دي؟ يعني الساعه داخله على 3 الظهر. حد يرد على حد بالشكل ده؟ انت مش عارف بتكلم مين يالا؟ ايه تقابليني؟ لا يا اختي ما بقابلش بنات. طب وانا اديها ميعاد واروح انا يالا. طب استني يا مروه، بصي اديني ميعاد وانا هبعت لك دولا حبيبي ابن عمي، ها هو اللي يروح مكاني. ايه
دول رخم ما يجيش معانا. يا سلام، يتمنعنا وهن العائزات. هتعدي عليا؟ ماشي يا مروه، بس نتفق الاول. بصي انا هقعد في العربيه بتاعتك جنب الشباك. ماشي، يلا يلا، سلام عليكم. هتقعد في العربيه جنب الشباك؟ العربيه كلها شبابيك يا انا مش فاهم، شام عايزه تخرج معاك ازاي دي؟ تلاقيها مسوسه ومعفنه ومقرفه وشها شبه قعر القفه. عارفه يا سناء، انت لو شفتي مروه اللي بيقولك عليها دي، بجد الخانه اللي مكتوب فيها في البطاقه بتاعتك انثى هتشيليها. يا اخي روح 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 روح، الواحد ما بيحسش بقيمه الجمال، قيمه الجوهره اللي في ايده عشان ملك ايديه. يا نقنق، والله والله انا مقدر وشاري. يا نقنق بص يا نقنق، ده انت الدفيره الواحده بس منك بمقاس 87 واحده منها كلها. انا ما طلبتش رايك، ما طلبتش رأيك، أنا أبص لواحد زيك. يا سلام، اصبري بس لما تشوفيها، ساعتها بجد يا سناء هتتصدمي في أنوثتك. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا، إذاعة البي بي سي بتقول إن اللي قال إيه؟ رمزي طلعت له واحدة صاحبته. إيه ده إيه ده يا رمزي؟ كانت صاحبتك في الدراسة؟ يعني كانت زميلتك في كتاب القرية؟ دراسة إيه وكتاب إيه وقرية إيه؟ الكلام ده بالنسبة للبني آدمين، رمزي أساساً مش مصنف كبني آدم يا ماما. إيه قلة الأدب دي؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم، البنت من دول تشوف الواد وتحبه وتقول له أنا بحبك في وشه كده، فين بنات زمان وتقل بنات زمان؟ إيه ده يا طنط؟ خلاص الدنيا اتغيرت واتطورت، ودلوقتي بقى عادي جدا ان البنت هي اللي تبدا بالخطوه الاولى. خطوه اولى ايه؟ على اساس الاثنين هيتعلموا المشي مع بعض يعني ولا ايه؟ ايوه يا مروه، نعم. ايه وصلت تحت؟ طيب يا ست انا قاعد بتفرج على دلوقتي فيلم اسماعيل ياسين في جنينه المجانين. جنينه المجانين ايه يا اهبل؟ يعني حابسين مجانين في قفص؟ ايوه وصلت خلاص، ما تقعديش تلوكلوكي بقى، خلاص وصلتي اطلعي، يلا يلا باي. طلع هنا ولا طلع؟ ايه ده، في ايه في ايه؟ لا مفيش، اصل في واحد من المجانين كان بيهرب من القفص فكنت بشجعه يعني. النبي ايه؟ ودلوقتي بقى احنا في مرحله انتظار انثى العنكبوت اللي مصاحبها رمزي. كت كت كت. ايه ايه ايه؟ هروح افتح لها عشان رمزي مشغول مع الفيلم يعني. افتح لها انت ليه؟ انا هنا سيده القصر، هفتح لها انا. شفت دول بيقول لك ايه؟ مساء الخير، هو الأستاذ رمزي موجود؟ رمزي؟ يبقى ما بيردش. يا بنت هنادي وعودي، انت سهران لغاية دلوقتي ليه؟ ماما رمزي ما روحش لحد دلوقتي. ما هيتنيل يروح البازار ويبات فيه. لا انا قلبي حاسس كده ان هو ما روحش وبتسنكح مع البنت السنكوحه دي. إيه؟ قلبك سلامه قلبك يا حبيبتي، هو قلبك ورمزي خلاص بقى على خط واحد من امتى بقى ان شاء الله؟ الله يا ماما، مش لحمي ودمي وابن عمي. يا سلام، من امتى الكلام ده؟ ما يا ماما ساعات كده الواحده بتبقى مغفله، قوم ايه تيجي ايد كده من بعيد وتاخدها وتفهمها، قوم ايه الواحد تمسك الجواره وتزيح من عليها التراب وتشوفها بنظره جديده، قوم ايه الواحد تنتبه لحياتها ونفسها، قوم ايه تحب، قوم ايه اعتبرها غيره حريمي مثلا يعني. انا غير من البنت اللي اسمها مروه السنكوحه دي؟ يا ماما انا كبدي ياكلني من كاترين زيتا جونز، اموت من هند روستوم، اتحرق كده من كاترين دونوف ولا جوليا روبتس ولا ديمي مور. مش من البنت ديت، اقل من الناس دي يا ماما، يتحكليش كعب. يعني عقلك كده بيشاورك على انك ترتبطي برمزي. والله يا ماما يعني ولد مش بطل من غير نظاره يعني. لو قلعناه النظاره وقلعناه قبل منها الحمالات اللي هو لابسها وعملنا له عمليه ليزك. أيوة. ولبسناه جزمه سيفتي كده مسافه 80 سنتي فيطول شويه ويقبنا على وش الارض، ودخلناه الجيم وعرقناه كده لمده 3 4 اسابيع، فجاه يا ماما يقلب، ممكن يبقى رشدي اباظه. حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها، لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك؟ هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضره، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا الرمزي. لا لا لا، دي مزهله. لا والله انت اللي مزهله. حضرتك تحب لون عينيا تكون ايه؟ انا بحبها لونها تنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده، انا عندي في البيت لون كركري ينفع؟
والله لما تكركري بقى تلبسيها بقولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، أنا مخرجة، أنا مش ضد عمل المرأة كممرضة خالص. ممرضة مين يا ابني؟ أنت اللي مريض. افهم يا رمزي افهم، أنا معجبة بيك. ألا ألا. طب ما تقولي كده من الآخر يعني. لا ما أقصدش كده، أنا معجبة بيك كمخرجة، معجبة بتكوينك ونفسي أستغله. لا 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 حضرتك، لا أنا ما اسمحش، أنا رمزي ما يسمحش حد يستغله كمخرجة. لا 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 خالص. إيه ده اللي أنت عامله ده؟ يالا اللي أنت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي أسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ إيه دولة؟ وإحنا أي حاجة كده وننسبها للفراعنة، حتى المخدرات يا دولة. بص بقى السفينة دي، سفينة إيه يالا؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، أعمل لك إيه؟ أعمل لك إيه؟ إيه ده إيه ده؟ أنت بتضربه وبتشتمه يا أخي، إيه أنت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ وكمان موستي. موستك؟ والله يا نؤنو والله، ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي، أنا عمري عمري ما هزعل منك طول ما أنا شايفك بنضارتي يا نؤنو. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني بس مش وقته. إيه عايزة إيه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيكي هتسرب. خده خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البنه كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره، نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام، على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة افتكرت، احب اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيك عليا؟ ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنق. نقنق؟ ايه ده، دي كلمه شعريه قوي، انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنق ديت، جديده جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني؟ تمثال الاله الكوبري؟ ما تسلك ايدك يا بت من الاستك يا بت. حد فكني حد فكني يا طول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بينات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في. يلا اتكل على الله. بره 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 يا بت. طبخلوا يما بايدي الصينيه، وازاي يما ازاي يما ازاي يما ما ياكلهاش. ايه ده اللي انت عاملاه ده؟ ايه رايك؟ حلو قوي. ابن عمك حسب ما تدوقيه. لا يا شيخه. شكلك رسم على تقيل يا سناء. ايه كل ده عشان رمزي يا بيبي؟ هو انت ما تعرفش المقوله العظيمه التاريخيه اللي بتقول اقرب طريق لقرب الراجل صينيته؟ وعلى اساس بقى ان انا مش راجل انهو وفاهم كل حاجه بتحصل في البيت، ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. يوه بقى يا عادل، انت خسران ايه؟ حرام عليك، ليه تقف في طريق سعاده اختك؟ انا ما بخسرش ابدا عادل، سعيد عمره ما يخسر، بالعكس ده انا بقى فرحان جدا، وخصوصا ان انا هضرب كلبين بجزمه واحده. كلب لما ينهشك، لما يقرمك، لما يعضعضك، لما ينهشك كده بضوافر على وشك. ايه الكلب الغلاوي ده؟ الكلب قال انا عادي يا ماما يشتمني، انا عادي، ده اخويا عادي ما فيهاش حاجه، لكن يشتم رمزي لا، وما يشتموش في غيابه. الله 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 الله، يا سلام على الحب اللي بينبت ويترعرع على سفره مطبخي في منزلي، هذا الحب الذي يبدا بالصينيه اللي ريحتها غريبه دي. ما غريب الا الشيطان، ابن عمي وبموت في كعبه بوز جزمته، ايه الغريب في كده؟ لما اكلم الزفت ده شوفه راح فين، اكلمه وشوف ايه حكايته. الو الو، ايوه يا رمزي، انت ازيك عامل ايه؟ وحشتني قوي. ايوه انا طبخت واستنيتك. ايوه السمك استوى وقلبي من حبك هوى. قاعد معاها في الكافيه؟ حاجه نايل عيشتك،
حاجة تربع على فوقك انت وعلى كل الجرسوات اللي بيخدموا عليك يا معفن يا رمة. شفتي شو بيخني يا مقرى حاله؟ البنت اتجننت ولا ايه؟ يا بنفهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مدة الحملة الدعائية ده، انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك، يعني ايه موديل موديل؟ انا روح، انا بني ادم، مش عارفة اخش للكائن الفضائي ده ازاي. بيخبط على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي انا ما استحملكيش. يا بنفهم ارجوك ارجوك، انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهي ام كهربا دي ماشي، بس تبقى الكهربا مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتير في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الله الله الله، وكمان بتقولوا يا حبيبي بتخني في فتره ما قبل الخطوبه يا اخي. طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقالها سنين. يا بجد يا نقنق بجد والله، يا وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من اسبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول اسبل اتنين فيها صراحه. يعني بنت انتي، بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، وتدلتي نمرة تليفونه ومن على تليفونك، وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. بتحترمي نفسك يا ست انتي؟ عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح، واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبقي، مخرجة الإعلانات المشهورة في مصر، ورمزي ده هو بس عشان أستعمله وأستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي ما حدش عايز يعمله. منتج؟ منتج إيه؟ منتج إيه اللي ما حدش عايز يعملهولك ده؟ اسمعي يا ستي، أنا ماسكة حملة دعائية اسمها نمي ذكائك ورتب أوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني آدم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الإعلان. للأسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش أغبى من البني آدم ده. بقى هي كده الحكاية؟ وانا اللي كنت فاكراكي معجبه بيه. معجبه بيه؟ ما انا قلت لك من الاول معجبه بيه انا يا ماما. بي اي وسي اي، ده مفيش واحده حتى لو كسرت بص على البني ادم ده، دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. اوعي يا نقنق، ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي تغلطي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهزق فيك من الصبح يالا وانت ساكت، الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمة، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا قليل ادب يا عديم التربية. انت الله يخرب بيتك، في واحدة عندها ذرة عقل تبص لواحد زيك وانا القلي كنت حضيع عمري كله بسبب غيرة الستات. ايه نقوله بالراحة نقوله بالراحة بالراحة. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبيه سيبيه سيبي. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه ليه؟ النحتايه تفضل شغاله، بدل ما كنتوا تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، انا هعتزل الاعلانات، انا هتجوز واقعد في البيت.